مشاهدينا تلفزيون النصر ومستمعينا اذاعه النصر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واين قاعدين في برنامج خاص، برنامج انا كودني، وده يخص فيما يخص التنظيم الحوار الوطني الشامل. واليوم كان جينا لقينا واحد مسؤول عشان هو يعرف نفسه للمشاهدين ونحج مايا في ما يخص التنظيم عن الديالوج ناسيونال. خليكم معنا. عليكم السلام. ممكن تقدم اسمك للمشاهدين اللي كانوا قاعدين بيشاهدوا تلفزيون النصر؟ ايوه، انا يوسف محمد يارو، مولود في فورلامي جامينا، وموجود قاعد بيتي في بولولو. انا فونكسيونير، انا مينيستير دي فينانس، بلو بريسيزمون سيرفيس. انا اللي خليت منه هسه قاعد ده في تريزور بيبليك، من تريزور كمان في الكسيون 2012. انا كانديدا وخلاص بقيت كونسي مينيسيبال، وبعدين ناس المايدا كونسي المايدا دراجو لي مير. مير انا دوزيام اراندسمون. دونك خدمنا من 2012 لما 2016 سو ريستركتوراسيون فرانكوفوني، باسكو في المندا ده بعدين ريكونديكسيون او با دا غايد. دونك زيدا الكونسيي يختاروا زول اخر، اخي المرحوم فاتي دوغ احمد الله يغفر له ويرحمه. بعدين هو كله خدم من 2016 17 18 19 20، و شغل الموسم ده جاء الكوفيد 19، وفي وقت ده بس هو يتوفى مسكين الله يغفر له ويرحمه كلته. وبعد ده كمان لازم الاكزيكوتيف مينسيبال بتاني يخيروه. عم كي بتاني انا قبلوني جيت، دونك هسه مير، انا مير في ديزيام اراندسمون. تمام السيد مير، انا ديزيام اراندسمون يوسف محمد يارو. نقدر نهجو في ما يخص الحوار الناس قاعدين بصموا فوقها، يعني طول، هل تقدر تنتينا زبده منا الديالوج هو شنو؟ ايوه، الديالوج ده شيء مهم ومطلوب. هو دابور الكلمه المو الديالوج ده شنو؟ ديالوج ده يعني ما بس نجو في السياسه هسه عندنا اللي في تشاد وماشين اللي هي في فيفري ده. هو الديالوج ده يعني لو كان الناس فيه اللي ساكت كلها كان شيء واحد بيناتهم بخالفهم ده. لازم يقعدوا تهيد ويتفاهموا. ايوه، هو الديالوج ده يعني شيء يعني الناس يقعدوا يتفاهموا ويمشوا في الصفحه القديم ده، يسدوا ويفتحوا اخر جديد عشان يمشوا قدام. مش قدام دونك منا في كلامنا الحصة فورم حقنا هنا تشاد ده. افكتيفمون بلادنا تشاد ده تعبان بلد تعبان مالا، عشان من اندبندنس لليوم قاعدين في هروب بس. ايوه، الراهل فرانسوا تومبالباي بعد ده شيء ما عديل، ناس هربوا مشوا سو ريبيليون الفرولينا. بعدين من دا تومبالباي جيسيون هكا ما ادي السي اس ام الورجات على عساكر سولي انقلاب، باسكو هو بدا بيكرر في العساكر الكبار سولي انقلاب كمجدول. من سو انقلاب جينا في دواس انا 79 يعني السي اس ام حكم، ومن حكم شويه نقول الراهل فيليكس مالوم ده زول فريمون اكزامبلير. هو حكم وبعدين السيسيفان مشوا قعدوا معايا في مشى قعد معاهم في خرطوم عشان يناقشوا عشان يجوا يلقوا قافل للبلد عشان الريبليون ده ما سمع. ايوه افكتيفمون هناك ناقشوا وهبري قام جا وصول الحكومه وهبري خطو بريمير مينستر. وقت خطو بريمير مينستر الشيء ده قام ان 79 في ليسي فيليكس يبوي، انا حاضر واقف. ما استفقوا، بعد ما استفقوا
Félix Malum Gall, moi je suis Kano 1, Kano 2, Lagos. Chaque fois Félix Malum Gall, quand à Chani, un abus, le barat de Barjilla, d'abord quand nous le cousons à Dilla, un an nous هو يتنازل خلا لكن كموجي قال انت كان كاسيت كل اين ما لا خلو خلاص ماشي كري كوميتي بيرمانان ريتيري في سود ودابا المشكله هنا سود مع نور حقنا ده دونك 19 الشيء البيج دي بيج ناس كله بعرفه وبعد ده كمان جينا في حكومه الحبري بعد حبري كله الحاصل الناس كله بعرفه وام بي اس بعدين المرحوم المارشال وفي وقت انا هبري لكل الهروب ده قاعد ماشي الهروب قاعد الهروب قاعد دوار دواسنا مع ليبيا ايوه كلام هنا هنا هنا, هنا الارض الاراضي مشان لما نعوزه بعدين شفنا عوزه وقت العسكر مشوا في عوزه لما كمان بطان الناس في الاساكر ده كله ما استفقوا خلاص اتقسموا وحديد مشوا دقوه متن السره دقوه متن السره و انتوا كا تعرفوا شجاعه نتشاهدين ده كله شيء السودا كله كلام قديم فات بعدين رجعنا المارشال حكم بعدين جينا دوسوا الحكومة أنا هبري مع الناس كله كي يعني سو تفاهم مع الناس ما مقصدين ما ده كل ما أيوة يستفيد ده كل أقوله ما بس بدور بقول ده كل بقول أنت قاعد سايق أنا ما مقصد أنت أهلك قدام أنا أهلي وراء أنتوك مش ده ده بدول مرقوا مع سان جاموس الله يرحمه مرقوا وبعدين ما طولوا الام بي اس رجع جا ام بي اس وقت رجع جا حكمنا 30 وزياده 31 سنه برسك مع المارشال الله يغفر له يرحمه وهو وقت الكامباني الدرنيه ده كله كلام قال ده كان تفكر تعبوه ده يعني هو زول ده خلاص يعني بعرفه هو كي اكون بخليه قال أين شيبنا وبلدكم أقربوا عديل فكروا أرسال الأخيرة سووا الوهيدة هكلمة أنا مارشال قال الوهيدة ده كله يدخل فوق الفورم عشان الناس يستفقوا ليه سووا الوهيدة أيوه. ده كله قاعد الآن بعدين ده كله دواسات ده قاعد عشان الناس ما مستفقين وجماعة أمي سنة المهدي ده قاموا من ليبيا مرقوا كيف جايين والمارشال هو قال ما ممكن هو يخلي بلد دي برد كي وهو حي جاي فوق ما يكون اخر يموت شو بده يكون ورايا ما يشيفه كانوا يا شيخ انت تسال كل قال بقول نعم او كل بشجاعه حق ده ماشي في الميدان طباخ ومسكين مات بعد مات يعني الحياه ما يمشي وقت انا سمتي جينا سمتي ديزيني ل محمد ولدنا ده محمد هو ان ذا سياسه بناء سياسه قشق من انا اقول لا ما نقارن هذا ما ممكن لكن هو بنشاف كي يعني زول في كلك موا هسه قاعد بلز الخدمه ومرك مشى رسل وفوت تافقوا بهني تافقوا بهني عشان الناس ده يجوا عشان نلموا نناقشوا نستفقوا عشان بلد ده يمشي كده دونك ده جينا في وقت الفورم دونك الفورم ده وبلا فورم ده ما يكون عشان وقت واحد فتحنا المرحوم المارشال سوينا كونفرنس ناسيونال سورين وسي الكونفرنس ده انا ربما كان 30 سنه ده كان زول اخر ده ما يقدر يمشي مارشال ده يعني الهروب ده بيزيد ما بقدر لا الهروب ما وقت المارشال جاي يقول على الهروب ده جاي ده ناس جونا فين جمعنا الناس هنا محمد نور جونا بعدين الناس هنا نوري جونا انتو كان الهروب كما كمل لكن قدر متريزي لا هو قدر متريزي ما شاء الله قدر متريزي ونما هسه يتقف في رحمة الله لأن الوقت كله هو شيء يتغير يتغير ده هسه محمد ده بريزدان محمد ده سانجن وجن ده سيرتن ما عنده فكرة ده شيك وفي النشيفة ده فكر ده يعني بناء عشان أشياء كتير سوا مش لجماعة هنا توم دول خلي يجوا مش لجماعة هنا أنا اسمه شنو
ام اس اير ولا سي ام اس اير ما نعرفها. كل جو كلهم هم داسة جاي بيقولوا ما عزموهم كله. أيوة. انا كنت اقول اكون هم بس ما عندهم نيه ما بقدروا يقولوا بيشاركوا كم ما بيدوروا بس كم كده هو كان نادي مخلى ما في مد لهم ايدينهم مد ايدينهم الناس كلها مع الكوميتي ده بريزديفر ابن عمر. أيوة. الشيخ ابن عمر. يعني ناس مرقوا سووا جوله والناس ده كله القايدين وكان فكروا هسه ناس الاكتيفيست دول هنا انا بتكلم عن قبل جو كان ماينا كان هني تو جبلا ناس كثير جو ناس كثير جو وفي جوا هني كل ناس كثير بون بنشاف شو قد كلير هسه امس سهي تو ينادو سكسي مسرا. أيوة. سهي بقولوا مالا استاد انا ما شفته بكان فادي فيه ما زي الاول بكون مي هما وهدا ما وهدا ده عشان عندما ايا السنديكا عندما ايا بي ار بارتي ريبوبليكان ولا شنو ده. أيوة. عندما ايا وقت تم وناس لما قتال قبل لا 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 ما هو هذا ما يملا وهذا ما يملا دونك وشيء وايد انا شفته ده اكون ما اديل نكلمه لكن نكلمه. أيوة. عشان الفورم ده لازم بجد الفوك نادم تكلم. أيوة. انا مشيت عندي زري انا بس الكلك بار وقت اللي شغلهم انا سكسيس سوا في استاد ده وقت الناس مقابلين ده نشوف الناس ده كله موجودين على بون شاغوا ما انا قلت انا ما فهمت يعني اغلبيه 90% ده كله كاخواننا الجنوبين انا والي دول الور ده ما عديل ده عشان شنو البارتي ده الفوك الناس ده يكونوا محلبتين هو شغل ايديولوجي ما شغل انا قبليه ما حصل نشيفه دي بشابه قبليه بس كنت شايفه نادر واحد من ناسنا الشمالين ده بس معايا الاكثر ده كله مش هم مظلومين وده كله لازم خليه مش مظلوم خليه في الفورم ده الشيء ده كله يكلم فيه بس ك مثلا انت ما بس عشان انا ام بي اس نقولها لا 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 شاس تشوفوا ام بيز الاخر ما دخل في لوب شيفته لكن ام بيز ده شيفته نفر ما فيك ما في اي نفر قال. لا نفر ما فيك ما في اليوم امشي مندو امشي سار امشي فيهني زون انا مايو كبي امشي يعني تشيف ناس ده مشددين ومصممين عشان اسمه شنو حزب دهنام. أيوه. لكن كان حزب بس ده بقى يقوم بس ناس كله كنا فر واحد ده ما سمى دونك ده كله ده كله في يعني ده يكون كماشين قدام كله عندنا فرصنا كي انا وانت ده ما سوا دونك لازم في فورم ده الناس يهجوا كلام سهي ويرتبطوا بلا رانكين بلا هسايف. أيوة. اساسي وهسايف القديم ده خليه نقطه عشان الجيسيون القديم مال هسه ده ما سوا عشان نمشي في دريب العديل دونك الفورم ده شيء مهم. أيوة. وفورم ده يعني الناس يلموا يا تكلوا ينتي فكرة وشيء الماء عديل كلها يعني يخطو وبعدين ما ريكومنداسيون يكون قايد. أيوة. يكون تكست أكتر ذلك الوحدين قايدين شيء وحدين ده كان قايد وما ممكن ينفك ده يعني يهربوك لو كان بي تكست بالوادو. أيوة. وهل بيجيب أفانتاج للبلد ده ولا كيف يعني لا ما أفانتاج كيف يا جماعة الناس هروب كان ما في ده ما ناس يفكروا إلا في بنا لكن كان ده قاعد سبا ده قاعد خارب وده كله قلبه ما بوجه ده مم في السيرفيس كل الناس بنهامروا. أيوة. أنا جيت نكلم معك هناك ده ينخذ أخوه ويقول ده أكون قاعد يقولوا شنو قاعد يسوي شنو يعني خلي القلوب ده يصفوا نخلوه يعني مفتوح و اي واحد بقبل اخوه. ايوه نور كلام واحد هسه في فرنسا في اي مكان كان مش اللي كنت تشاديان ده. أيوة. ولا هنا جنوب ولا هنا شمال يعني مرتبطين مش ده والله تقول امو مات ابو مات انت امشي لمسه جنوبي في خارج الشمال ده يموت كله ما يخسر وكان لمست الشمالي كله الجنوبي ده يموت ما يخسر لكن كان جينا داخل هنا ده. أيوة. يا تقول يعني اكون بكسو بيترف بهرشو ما انا عارفه شنو. أيوة. ما الديفيزيون ده قاعد اللي داخل برا ده ناس ما ديفيزي كله قاعدين سوا قاعدين سوا مرتبطين كولوني هنا تشاد ده شمالي جنوبي قاعدين اخوان مش اللي ما بخصهم تلمس مش الايش ولبن لكن حسن دوره في هني كله يبقى نفس الشيء في تشاد داخل ندور يبقى نفس الشيء عشان كان كاتفنا وخدمنا سوا بلا حسيفه بلا رانكين بلا شيء هوان ده يعني
بلد ده والله يمشي كده. ودنا سو كيف كان عشان الشيء ده طبعا. لا ما إلا يعني الصحيح يا تقولي كلمة الصحيح. الصحيح. الصحيح ده في فورم ده خلي زول ما يدوم شيء. أيوة. زي ما قال البريزيدان أنا سمت محمد إدريس ده بيتنو. قال il n'y a pas de tabou. تابوك يعني شغل قلبي لبودو تقول اكون تخاف تلبي ده عشان كان مرقت ده انا ما في تمرق عشان يقول له هي يقول له هل يسدونه قرره يقول له هل الكلام ده يكمل لكن انت كان دميته وعم باكر قبل ما شفت هناك سويته ده تمشي تو اي يالك ولا اهلك ولا شنو بتان شيء ده بتان نفس الشيء بقوم نفس الشيء دونك شيء كان قاعد ده تقول انا ده ما مخصي ده ما عديل ده كده هل شنو ناس ملمين ده يناقشوا بلغوا هل عشان الكلام ده يكمل ونمشي كده ومشكله هسه انا ده شعلو حق ده كتلو يعني ما بهجو في شغلنا فرد الله في وقت انا الفورم لا بهجو شنو اللي بيجيبها ده كتلو يعني في ده شعلو حق يعني براكر دو شنو ده يعني ده لا ده مشكله ده ناس واحدين بس هم بقدروا بخالفوا الحكومه ايوه لكن ما سهي ما سهي ما لا حكومة ده مالي كان كوبر دروت كان آخر هني البقت الفشاري بشيل موتو هو باسب إخاب ده ما في لكن أنا نقول لكم في شيء أنا حسيت ده مع نوتر يعني الرئيسنا الشاب ده أيوة سيمتي أنا بريزدان سيمتي الحسة ده وما ما إكيبة دي لا أساكر وأساكر ده هم يعني شيء كان ما في درب ما بقصده. دونك أنا نقول أبري بعد الفورم ده سرتن ما بيشلو مزير مزير ده صحيح الكور مارسيال ده أنينا ندورو يقبلو لكن ال 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 لكن ال بون غوفرنانس ده الدرا درا ما بخصت فيها خدت زول اكتر ده ما في زول ده تكربه تشاري الشيره كان قايد ده ناس بخافوا ولا لا الناس بخافوا صحيح لكن هو الكور مارسيال ما هو ما عادل بس يكون دانجاي فيرم هسه اليوم في كامرون ده زول شغل هوان بيسيوا ما بيسي ايوه ينطق 40 سنه وزياده 50 سنه تكمل في دانجاي 10 وكم سنه ناس يا ابو كاميرون يسوي مشاكل ده عشان كان كربون ده مرجين ما في دونك اين كله هني يعني الاخاب بس يبقى اخاب كوركسيونيل ها عديل عشان ليش زول ده بخيفه وزول الاند النيه ما عديل ده برجع ورا بخلي عشان كان واحد سوا اخبو ده كله سوا اخبو ده الاخر بيفكر قبل كان بيسي كان ما بيسي كله دونك اكيد بخاف ما بيسي وخلاص نمشي عديل انا نقول لكم شيء واحد يعني الإخاب كان فرضا يبقى مش الكور مارسيال كور مارسيال أين عن 91 قديم كلام ده 91 وقت ده ذهاب دواسات ده كمل و جو بونس ك كنت بس كاي في بوفوار هسا نوفوتيل لا تشادين مكان بيسين ده هما عندهم بواد دي نوي داخل في اسمه شنو ينادو شنو ميكريانس ميكريانس كل ما منظم عديل وشافوا ناس ده كنت كتار هو جو بكان حسا بار نعمل بكان بيسين ده هو جو بجرياش وبشرقانية كي بس هو وخلاص بكان ده بس ناس بيجوا ديسكوش بلا بفوقا في نفس الوقت واحد مجرم واحد اسمه وحيد أنا فاب دول ده يعني هو ده زي حسا ده بس شغل بيرا بيسي شغل بيدورة بس بيسي وإن ده إكيب معايا بيتلفوا بهين بيسوا بهين وقت انستوري كور مارسيال قوكوني ودي البريزدان قوكوني ودي انا نقول نادي الاول بدا كتلادم غريبه لزول البيتيرا كنت وقت البريزيدان وقت شالو اكت شالو لوا وايت قالوا على سوا كيف بيسولوا كده الاول تلف ده غريبه بالهنتر عندها عسيفه لا غريبه للبريزيدان كوكوني اوكي اليوم زول بقتل غريبه ده ما كثير خطو قتلوا اخر بتال عند كلامه ما عند كلام بخافوا ولا ما بخافوا خافوا اوكي قال كان تقوش دقوش كان دور النظافه دقوش بيتك وش بيتك قبل امشي قدام امشي قدام لو هو بدل مش ده ناس دخافوا مره واحد خلاص زي ما نقول لك في مكان انا بودي نوي ده ناس داوسوا داوسوا ده واحد الرمالي واحد وقعد في راسه ومرقى سكين دانا. ناس قالوا كور مارسيال ده سكينه في ده مش ده وعدى اصبع ما دانا عشان بعرفه كان قتله يقتله يعني خاف خلاه والله
مات انا سكينه في ايده وادى ايده القتل كان كان ما كده بقتله مات انا مات انا بخاف يقتلوه أيوة. ذاته هاتو شيفا دونك كان 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 شالو اسمه شنو خرار فور خرار. ايوه كان يخاف انا داناي كله فور كل عديل ما تشرب عديل ويا اسروك ها واحد كان دخل سوا 10 20 سنه مرق هاد برا ولا عندك زول وما يمرق ولا جراس بريزيدنسيال ولا جراس اخر لازم دخل ما يمرق هو كي معروف سويتها كده عندك 20 سويتها كده عندك 25 سويتها كده عندك 15 ده وانطبق ده اخر ما بيصير والناس بيقول يعني ده كله مشكله عن البطاله بس انت ما عندك شغله ده اشياء تدور بس تسي ومشكله على ذاك يعني لا 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 اني انا ايش في دار انا الناس ده ما عندك شغله ما انت انت ايد التنين ما تخدم مالها اليوم تشاد ده بي عندها خيارات كثير بلد فيرج عندها اي شيء قاعد اي شيء قاعد انت زول اللي تمشي تقتل لما اجي تنين تنين كلها سبيكا ما في خدمه كم قاعد انت امشي انقل ها انقل اقدم اقوم شوف لك اسمه شنو بومب هنا اير هنا وتاير ده سيد لك شغل بيساعدك انت دورك كثير كثير دايما الا ما انتك تلقى ما تلقى ما تلقى ما تلقى تجي على فين في مشاكل بس دونك الناس خلي يفكر يخدموا انونس الماسا هسه في منتانا مارشال الله يرحمه ولي هسه ده يعني جاي فورميشن لي انتربرينوريا ده انت ذات حسيت كمان كيف فورمي انا نعرف اول امس ذا كله ديسكوتي معنا سنا اون ابي ايوه بفورمي ناس غراتوي مجان ده اللي شباب قال اللي شباب عشان كان عندك دبلوم في في طريقه واحد كله كان شافه كده بقدروا بكونفرتر انت في شيء اخر عشان تقدر تخدم في عملك انت يعني انت قريتها كان بيجي شيء ده هنا ما ملموس ما بينشاف ده هم يترانسفورمي انت في اشياء لا تسي في شيء اخر تسي لتكر نفسك فوق لتكر نفسك شغل دبي كثير جرانتر كل سوا كثير ناس ان توكا نادم كان اندني جن اندني يعني يخدم بوخر ده قايد انت بتكون وحكومه كله قايد بنتي قدام دعم ميم كان كريدي كل ما زول انتاك ده انتاك وكان انتاك ما بيشيل منك دم انت متلفه دونك بنتيك وترجعها عشان كان رجعتها بنتو الاخر ايوه اليوم ده تشاد ده ناس اللي ما عندهم الجن والاخرين اللي ما عندهم خدمه ده كثير قال اي هواي بنتو باكل بقت ولا بنتو بقت فوق ده ما باكل انت ينتوك راس مال تمشي تخدم ها وترجئه وينتظر الاخر هو كل يمشي يخدم يعني مش اللي يبقى ان فون دو رولمون ده يخدم ده يخدم ده يخدم ام باكر من الناس والفورم ده بخص الناس كله ولا في ناس كبس بخصهم بون انا شفت في فيسبوك كلام واحد اورو قالوا الناس وحدين ما يمشي يعني انتوا كما قالوا الناس وحدين أيوة. ما قالوا نمبر انا بلاس نمبر ايوه انا جي بانس كو نمبر هنا بلاس ده اليوم عندنا سال وحدين في بالي دو 15 كوبار كوبار ايوه وزي يوم الانترونيزي مارشال الله يرحمه في في ديرنيير اليفاسيون هكذا الناس وحدين قالوا في سال اخرين دخلت لهم اكران كبير Et non seulement ça, il y a des gens qui ont fait un stade qui ont fait un écran qui ont fait un écran. Mais là, il y a des gens qui ont participé et qui ont suivi. Ils ont suivi parce qu'ils ont engagé dans une semaine. Parce que, regardez chez nous, dans le monde, je ne sais pas, mais dans le français, il y a des gens de l'informateur à l'informer, l'information subit une déformation. En orique, il y a des gens qui ont fait un écran avec qui ils ont fait un écran. Avec tout le monde, Michel Akoun qui dit avec des gens. Des gens, ça peut être quelques-uns. Quelques-uns, mais nous, mais nous, mais tout le monde, ma chambre, nous, de tout le monde. Donc, quand Nadim Djahad Djelizolda, ma bidi balaya fidèlement, je crois, le hou chafa, le signa, bidi balaya nagis ou le zaïd. Nagis ou le zaïd. Ou quand Zayed coule ou le semé? Ma semé, akhar ba khali sawa sawa. Donc il faut qu'on ait caméra, qu'on ait écran. Écran géant, radio c'est pas suffisant. Radio da ma zol akoun ma. Akoun ma inda ma yifika. Donc le nas fi radio da anam, radio tchad da ma gane sama ko. Aywa. Ma gane sama franchement. Ma gane sama na ma jane hagarta. Aywa. Non, non, non. Chen al émission coule ma kafi. Ma kafi. Wa inda foga. Est-ce que ça inda ou ma inda?
بقر ودر دول شند الله ولا عنده هسه ولا قايد البلاغ ده ما هو قايد زي اول قايد ده ما هو الفوكون افانس بقراي مع ودر خليفة تشوف شفتها يعني اشياء كتير زي ده قايد رايدو الناس ما يفكروا في ناس ما عندهم كله في كان تيليك لو تيلي ناس ما عندهم في دونك انتوكا فرانش كان الناس ما يلقوا السيفر ده قايد هسه الشيء كله خير يعني جوال كم عندك ام بي تسيكي كيف مشكله ها مشكله كم عندك ام بي ولا كم عندك سمارت فون عديد ولا تشيفه دونك لازم ده الماكسيموم انا الناس دي يشوفوا ايوه دونك الماكسيموم ده كان يكونكتي دابور اسا انت قلت الراديو ده ممكن يكونكتي مع اف ام دول كلها بمشي بزيد الناس كان ما عندنا شيء اخر زياده نسوي ما نقدر نسوي ده كان بيكونكتي في اف ام دول كله يمشي و الفوكس يبقى كونكتي مع البروفنس هم كل يشاركون لا يودوا لهم لين والوقت بس بقى سخي يسير سهي ناس من برا بجو ما الاخر الجاي برجه ده بجي لهم برجه زول اللي شارك ده يمشي يوري ناقص ولا زياده ما يوري سوا صوت اخر بجو دونك لا ما يقدر يجي مكان بشيلنا ولا في كان شاده كله لما في نيمنا ولا يكون ما يكون دونك يشوفوا سيستم وايد ال كان في راديو كان في شنو كله ان توكا يمشي عشان منهم كان ناس بلقوا بالسيفر بلقوا لهم حل دونك في نفس السؤال ده نقول لازم ناس يشيلوا ديسبوزيسيون هنا عشان يعني 80% هنا تشاديان ده الشغل ده يسيفر اوكي وبعد الفورم يعني الوقت تبقى كيف يعني كان نجاح كان ما نجاح ما قالوا ابري لا بلو ما قالوا ابري لا بلوس لي بوتان بعد المطر ده ما بتعرف شو تبقى حلو يبقى حلو دونك كان دخلنا فورم سيرتينمون ندخلوا فورم نمرقوا بنتيجه il faut jamais être pessimiste il faut être optimiste optimiste بكلام عرب ما نعرفه pessimiste ما نعرفه ايجابي ما تكون سلبي ندخل فورم ان شاء الله نمرقوا وبعد الفورم ده الافي parce que on a une équipe jeune qui nous dirige certainement pas seulement jeune une équipe jeune avec des conseillers vieux et que ces conseillers vieux ne conseillent pas des esprits vieux il faut qu'ils donnent de bons esprits amahana ils sont dribblés nafis ma fi non الناس الكبار ذكر أنتم طريقة لي يبقوا كونسيي أنا جن بريزدان ده يوصل لله سهيد زول ما بعرف كم ما في واحد بيلبي ده عشان لي السمر بدوما لا السمر ده أكون هو ما بلقى بكانة ولا لا ما بقدر بزي شو هو بدور ولا ما بقدر بليز أهلا بيلبي ده بمرق كونسيي الآخر وكان بلاي الناس من سبا وخرب يوري السهي وكما بيسهي ده ما يكون إلا يبقى بيسهي وياتوا كله بلقى حقا وناس كله يكونوا فرحانين والبلد يمشي على ما يرام تمام رسالتك تقول شنو الليلة مشاهدين قاعدين بيشاهدوا عشان بيجهزوا الليلة مؤتمر والله المؤتمر ده أنا نقول المعزوم يمشي يشارك المعزوم يمشي المعزوم مشارك يعني بارتيسيبان يشارك لله هني بعدين كان لقينا إكران شيئا اي هو تخليه يمشي يشيف ويسام بعدانا الاندا راديو خليه يفتح من بدايه للنهايه الفي بيتا اندا تيلي خليه يفكر يعني عشان يعني شيء ده ما هلو كان نقلوا لك بخشب لازم انت تسمع من سياده ولنفسك في عدانك تفهم عديل و كان فهمت عديل لكن انت كل من الناس اللي طبخوا كان جن ما عندك خدمه كان عسكري بربار الامباكر الفشاري بعز الشعب كان هني البصرك مال الدوله كان هني ال في نومينيشن الفابيت يعني اشياء كثير قايد ما عديل نعدله عشان شنو المارشال دوتشات قال اننا شيبنا قال نخلو لكم لازم انتوا تسووا الوحدانيه عشان تقربوا بلدكم الكلام ده نقوله ده ما عشان هو شايب فاد لا نقول عشان انا كله شايب كان تعبي الاخر كله بمشي الاخر كله ال- 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 الكبير ده بمشي دونك الفوك للشباب نقول الشايب ده ما لا باسكو الناس ما بقول انت ما شايب انا ما شايب انا عندي 60 سنه 60 سنه سي با بيتي فوك نادم ده تفهمه وتخسد وتقول الحمد لله كيفا دونك اني انا من الناس
أصلك عليهم شو تسوي نفسك ده ما في ما كتير اللي كان تأكل تشرب عشان تعيش ولا تسيء الرجيم هناك عشان تقعد وإبادتك الإبادة بس قدام سميت لجين ده نوصوم عشان يشيلوا الطريقة العديل الطريقة البناءة عشان هم بيم هم مقاين نبدو عين أول ده كله زيرو بس ممكن ده عديل دهابة بيم هم نبدو بعد الفورم واي بعد الفورم مع النوفيل جنراسيون القاد هسه شوفوا المينسترات ده اكثر كله أكتر شباب شباب, شباب. دونك شباب ده منهم هم وليل بقوموا دونك هم كان مش بطريقه عديل ده البقوموا ده كله بكوبيه باسكو في البيت كان اخو الكبير ولا اخت الكبيره كان سوات شغل ما عديل ده الدقاق كله بيشوفوا ده بس بيسووا دونك هسه من ايكيب هسه ده لازم يسوي شغل عديل عشان شباب التهد ده يشوفوا يكوبيه عشان خلاص يبقى لنا درب هنا تطوير هنا ديفلوبمون ان شاء الله. تمام شكرا. مشاهدين التلفزيون النصر 24 خلاص كملنا واليوم كان جينا قابلنا المير هنا ديزيام رندسوما يوسف محمد يارو كان رانا الكثير فيما يخص تنظيم هنا الديالوج ناسيونال. نشكركم كثير ان شاء الله تلقوني في حلقه الجايه. تابوا متابعه سيده.